تاع المنطقة تاع المنطقة شرفية هشام بخير غير امتياز في انتاج التفاح ورانا نقولوها والله يعطيك الصحة ماذا بنا تدرسها معنا وتسمعنا شوية سيد معالي الوزير اكيد نسمعك على بدر اليسار استاذ عثمان ادمي استاذ عثمان كل ما نظفتها وعقمتها مليح راح تنقص الامراض وتنقص اليوم حددنا الاستراتيجيه وحددناها في ولايه مسيله وفي ولايه اخرى عندما كنا نخصص معاهد خاصه بتخصصات معينه خصصنا في مسيله الفندقه وخصصنا في ولايه اليوم خنشله الفلاحه ونخصص في كثير من الولايات تخصصات متعددة لأن قطاع راه يملك أكثر قرابة 500 تخصص في مدونته وهي قابلة للزيادة هذا يعني يدل على أن القطاع يتكيف تدريجيا وبعقلانية مع متطلبات السوق موجود وانا اعتقد بان القانون الاساسي للتكوين والتعليم المهنيين ربما راه من بين القوانين الاساسيه الرائده في بالنسبه لبعض القطاعات واللي اخذ منا وقتا للمناقشه واخذ من الشريك الاجتماعي وقتا كبيرا للمناقشه واخذ من الاساتذه واسره التكوين قسطا كبيرا في المناقشة والإثراء وإن شاء الله قريبا سيكون يعني سنضعه في يعني الوظيفة العمومي من أجل دراسته وإن شاء الله بإذن الله نستبشر خيرا العام القادم. هذا البرنامج برعاية شركة بروتيليس لمواد التجميل. بروتيليس الجمال للكل. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.